السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ايه الاخبار؟ يا رب تبقوا بخير شباب. سينيور 3 دفعه 2025، احنا طالعين معاكم عشان نتكلم على نظام السنه الجديده والحصص هتمشي ازاي وكل تفاصيل انت عارفها دي. بص يا سيدي، مبدئيا كده احنا ان شاء الله البدايه بتاعتنا هتكون في السنتر يوم 5/8، ده بالنسبه لطلبه السنتر. وبالنسبه لطلبه الاونلاين هتبقى يوم 6/8، تمام؟ ده بالنسبه لمواعيد البدايه. طيب احنا هنعمل ايه بقى؟ اول حصه سواء في السنتر او في الاونلاين هتستلم مني ورقه بعدد حصصنا طول السنه. العدد الحصص دي هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا في ان انت سعادتك هتعرف مواعيد بدايه كل شابتر، هيبدا امتى وهيخلص امتى، تمام؟ هتبقى عارف برضو مواعيد الشوامل، انت عندك المنهج بتاعنا 8 شباتر، هتبقى عارف كل شابتر هيبدا امتى ويخلص امتى، عشان كمان هتستلم مواعيد الشوامل، لان احنا المفروض كل ما بنخلص شابتر يبقى في شامل، طبعا انت عارف الكلام ده غير ما اقول، صح؟ هتخلص شابتر 1 يبقى في شامل على شابتر 1. خلص شابتر 2 يبقى في شامل على 1 و2 وهكذا، هيكون برضو معاك مواعيد الشوامل دي كلها، ده على مدار السنه. هيكون برضو معاك مواعيد المراجعه النهائيه بتاعت اخر السنه دي، طبعا دي غير مراجعاتنا اللي احنا بنعملها طول السنه، ده موضوع تاني. دي مراجعات الفرعيه اللي بنعملها طول السنه عشان خاطر نراجع اول باول على اللي بنعمله. لكن مواعيد المراجعه النهائيه هتكون معاك، يعني انت ان شاء الله هتستلم مني معايا دي البدايه لحد ما هنخلص اخر حصه خالص في المراجعات النهائيه، لحد ما نودع بعض. تمام، ده بالنسبه للحصص. طيب بالنسبه للبوكلت، سعادتك هتستلم مني البوكلت في السنتر عادي. بالنسبه لطلبه الاونلاين اللي حاجزه معانا، لو انت من اسكندريه خلاص ممكن تستلم البوكلت عادي، مفيش مشكله من السنتر. لو انت من بره اسكندريه فاحنا ان شاء الله هنوصلك البوكلت شحن لحد مكان ما انت بعت لنا العنوان بتاعك، خلاص. ده بالنسبه للبوكلت. طيب بالنسبه للحصص بتاعتنا، حصصنا طبعا زي ما قلنا قبل كده وبناكد تاني، احنا هنشتغل حصتين في الاسبوع لمده شهر واحد بس للسنتر والاونلاين، خلاص يا جماعه، حصتين في الاسبوع لمده اول شهر. وسريعا كده تعال نراجع مع بعض الحصص. المفروض احنا عندنا في جروب يوم اللي هو جروب بتاع محرم بيه هيبقى يوم الاثنين ويوم الخميس، وعندك في جروب بتاع الاقبال هيبقى يوم الخميس ويوم الاحد، وفي جروب بتاع الابراهيميه هيبقى يوم الجمعه ويوم الاثنين، تمام؟ انت المفروض عارف مواعيد الحصص الاساسيه، يعني مواعيد الحصص الاساسيه اثنين خميس جمعه، خلاص كده دي الحصه الاساسيه اللي مكمله طول السنه. الحصه بقى الاضافيه دي اللي هتكون اول شهر بس. يبقى انت تعال ندي مثال، الطالب بتاع مجموعه محرم بيه هيحضر اثنين وخميس، ده امتى؟ ده اول شهر. بعد الشهر ما يخلص خالص اللي هو شهر 8 هيرجع يبقى يوم الاثنين بس. سهله دي؟ ان شاء الله تبقى سهله، تمام؟ طيب بعد كده بقى هنفضل طول السنه ماشيين حصه واحده بس، تمام كده؟ هنيجي بقى في المراجعات النهائيه نرجع حصتين تاني. يبقى سعادتك مطلوب منك ميعاد الحصه الاضافيه يفضل فاضي في الجدول، هتعمل فيه حاجه طول السنه براحتك، هتحط فيه مثلا ماده مراجعه ولا حاجه، هتذاكر انت في حاجه مهم يوم المراجعه النهائيه لما اقول لك انا عاوز الميعاد التاني بتاعي يكون موجود، خلاص كده؟ طيب كده اتعرفت هتشتغل ازاي. الحصه بقى، الحصه الواحده مكونه من ايه؟ الحصه الواحده عندنا ثلاث اجزاء، سواء طالب سنتر او اونلاين. الجزء الاولاني ده جزء الشرح، هنقعد نشرح في الجزء المخصص بتاع الحصه، هنشرح ونحل ونعمل كل اللي احنا عاوزينه، ده في الحصه، خلاص. الجزء الثاني هيبقى جزء حل اضافي، ده هيكون اونلاين سواء للسنتر او الاونلاين، هيكون اونلاين، ده اسمه جزء حل اضافي، بحل معاك انا اللي بحلها، بحل معاك زياده على اللي احنا خدناه في الحصه، اللي انت وارد ان انت بعد ما تروح الحصه نسيت جزئيه او في مثلا فكره مش مأكد عليها او في فكره زياده عايز اقول لك عليها قبل ما تحل الواجب، فده هيبقى جزء الحل الاضافي، هيكون اونلاين، خلاص. الجزء الثالث بقى هو جزء حل الواجب. احنا المفروض الناس اللي متابعه معانا السنتين اللي فاتوا في اولى وثانيه كنا بنعمل الواجب، يعني بنسلم الواجب في ورق وكده وبتيجي تسالني فيه، لكن طبعا ثالثه مفيش الكلام ده. ثالثه انت سعادتك هتستلم مني الواجب فيديو متصور صوت وصوره عشان خاطر تبقى متابع معايا كل سؤال فكرته ايه والقصص دي كلها. يبقى ثاني كده كمان مره، الحصه الواحده كام جزء؟ ثلاث اجزاء، جزء الشرح والحل، جزء حل اضافي وجزء حل الواجب. ده بالنسبه ايه؟ للسنتر والاونلاين. طيب البوكلت بقى، البوكلت بتاعتنا انت هتستلمها مننا، البوكلت بتاعتنا بتبقى ثلاث اجزاء هي كمان. البوكلت الاولى بتبقى بوكلت الشرح والحل، والبوكلت الثانيه بوكلت الواجب، مليانه مسائل من مصادر مختلفه، بس المسائل الستاندرد، المسائل العاديه الطبيعيه اللي ممكن تلاقيها في اي مصدر. لو قعدت تدور عشان بس ما تجيبش مصدر معين، لو قعدت تدور في اي مصدر هتلاقي المسائل دي، حاجات الستاندرد اللي هي المفروض اي طالب يعرف يحلها. دي في المذكرة التانية. المذكرة التالتة بقى دي مذكرة فيها حاجتين، فيها مسائل هاي ليفل، مسائل المعفنة شويتين اللي انتوا عارفين ان الفيزياء المسائل الصعبة دي، خلاص؟ وفيها مسائل بقى بتاعة السنين السابقة، مع بقى مسائل الامتحانات التجريبية، امتحان بقى مش عارف السودان، امتحان فلسطين، كل الحاجات دي كلها اللي بتبقى صعب الوصول ليها هتبقى موجودة في المذكرة دي، خلاص؟ ده بالنسبة لمحتويات البوكلت. طيب بالنسبة للمتابعة سواء في السنتر أو سواء في أونلاين، حاجتين مش هتاخد الحصة الجديدة غير بيهم، الواجب
والامتحان اللي هو الكويز بتاع كل حصه. طبعا مش محتاج اقول ان في كويز كل حصه اللي هو ايه ده، اكيد مش محتاج اقول كده. كويز كل حصه ده غير الشامل، ده موضوع تاني. والكويز بيكون على كل اللي خدناه في الشابتر. يعني احنا مثلا سيد دلوقتي وصلنا للحصه السبعه مثلا في شابتر 1 والشابتر 8 حصص، يبقى انت هتمتحن على السبعه اللي قبلهم من غير ما اقول خلاص. فانت هتسلم الواجب وهتمتحن، ساعتها هتتفضل معانا في الحصه في السنتر. في الاونلاين نفس الكلام، احنا هنكون على المنصه، ساعتك برضه هتسلم الواجب وهتمتحن الكويز، هتفتح الحصه. حاجه من دول ما تسلمتش انت غياب بالنسبه لنا، تمام. الحصه هتبقى موجوده على المنصه بتاعتنا اسبوع خلاص، طبعا هتنزل في ميعاد محدد. بالنسبه لطلبه الاونلاين هيبقى الحصه بتاعتنا هتنزل يوم الثلاث، ده الميعاد الاساسي، واحنا متفقين هناخد حصتين في الاسبوع في اول شهر. يبقى الميعاد الاضافي ايه؟ هيبقى يوم الجمعه. يبقى انت المفروض طالب الاونلاين، طالب الاونلاين الحصه الاساسيه هتبقى يوم الثلاث والاضافيه يوم الجمعه، الكلام ده لمده اول شهر. بعدين هنعمل كده تاني في المراجعات النهائيه في الاخر، لكن الاساسي اونلاين هيبقى يوم الثلاث خلاص، بس في اول شهر ثلاث وجمعه، تمام كده. وزي ما قلت لك الحصه هتكون موجوده على المنصه لطلبه الاونلاين لمده اسبوع كامل. ساعتك بعد الاسبوع الحصه بتتشال على طول. طب مستر الحصه اتشالت وانا عاوز اراجع على حاجه معينه، طب او نسيت حاجه، او في مثلا شامل ولا حاجه وعاوز اراجع، كده كده احنا شغالين مراجعات طول السنه بنظام اللي انت عارفه، كل ما بنخلص جزء بنراجع عليه. اللي متابعيننا من اولى وثانيه عارفين كده، ده غير المراجعات النهائيه، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. بس طول السنه احنا بنراجع، فما تقلقش انا ماشي معاك اول باول خلاص. فدي كام نقطه اللي انا كنت عايز اتكلم فيهم معاك، تمام. الحاجات بقى الثانيه اللي انت عارفها طبعا، الاسئله والكلام ده انا هكون موجود معاك، هيبقى في جروب اسك هتسالني وتسال اي حد من الاسيستنت اللي معانا، ماده علميه ان شاء الله، يعني ماده علميه قويه، تسالهم في الوقت اللي انت عاوزه وتسالني انا كمان في الوقت اللي انت عاوزه، هنبقى ماشيين مع بعض كويس. مش طالب منك غير حاجه واحده بس، هي الالتزام. التزام بمعنى ايه يا مستر؟ ان انا اقول لك على حاجه ساعدتك تعملها. اه السنه طويله وطبعا سنه بالنسبه لك سنه مصيريه، بس انت قدها ان شاء الله. انا كل اللي عاوزه منك تسمع الكلام وتلتزم. تلتزم بمعنى انك ما تراكمش حاجه. في يا حبيبي واجب يتعمل، في حصه نزلت اونلاين حل اضافي او واجب يتشاف، حاجه مش عارفها تيجي تسالني فيها، هتمشي بحماس من اول يوم لاخر يوم. كلام جميل ما اكذبش عليك، بيبقى الناس معظمها في اول السنه داخلين بحماس حلو قوي، بيبقى عاجبني. يبدا الحماس ده يقل واحده واحده تدريجيا لحد نص السنه، وبعدين يبدا يفوق في الاخر، فنعرف بقى المشاكل فين. طب وليه من اولها نبقى مركزين متابعين مع بعض اول باول، بنحل مع بعض اول باول، الدنيا تبقى زي الفل ان شاء الله خلاص كده. وزي ما اتفقت معاك واكدت عليكم ان شاء الله بدايتنا في السنتر هتبقى يوم 5/8 وللاونلاين هتبقى يوم 6/8. اشوفكم على خير ان شاء الله، وسنه سعيده، ويا رب كل واحد يحقق اللي نفسه فيه، وان شاء الله تبقى يعني ختام اولى وثانيه وثالثه تبقى ختامها مسك ان شاء الله. واشوفكم على خير بفضل الله. السلام عليكم.